يا رب حضراتكم مرة أخرى شرفني وينورني في هذه الفقرة ثلاثة من نجوم أو نجمات النادي الأهلي في كرة السلة، الفريق الفائز بكأس السوبر المصري على حساب نادي الجزيرة مؤخرا، ثلاث بنات زي الورد شاطرين جدا، وفريق كرة السلة في النادي الأهلي وفرق كرة السلة في النادي الأهلي دايما متفوقين بصراحة سواء بنات أو رجال. شرفني وينورني يارا أسامة وتمارا نادر وحبيبة محمد. يارا ازيك، منورة الدنيا، أخبارك ايه؟ كله تمام؟ تمارا منورة الدنيا، ازي حضرتك، أخبارك ايه؟ الحمد لله. البطولة دي بطولة مهمة بالنسبة لكم جدا، خاصة ان كنتوا قبلها على طول كنتوا خاسرين دوري المرتبط، دخلتوا كأس السوبر وقدرتوا تتفوقوا فيه، احكي لي الكواليس بقى واحكي لي ازاي قدرتوا تفوزوا بهذه المواجهة. هي الصراحة الكواليس اللي احنا كنا نفسنا طبعا نكسب بطولتين، بس كان في عدم توفيق كبير قوي في اول ماتشين بتوع سبورتنج، فكنا بس محتاجين نعمل اي حاجة اللي احنا ندي البطولة دي للجماهير. وطبعا في الاول بس احب اقول الف سلامة للواء عمري فاروق، وطبعا احنا بنهدي له البطولة دي. كابتن عمري فاروق يعني حبيبنا جميعا، وان شاء الله يا رب باذن الله يقوم بالف سلامة ان شاء الله. فاحنا كنا بقالنا كتير قوي شغالين ان احنا نكسب البطولتين دول ورا بعض، عشان هما كانوا في نفس الاسبوع، فكان طبعا نفسنا ان احنا نكون كسبانين البطولتين دول، بس ما حصلش نصيب في المرتبط، وحصل نصيبي الحمد لله في كاس السوبر. حبيبه قولي لي ايه اللقطه اللي كانت صعبه في المباراه، حسيت ان المباراه ممكن تروح منكم يعني؟ واحنا اصعب حاجه الاسبوع ده كان ان احنا نعرف نتخطى المرتبط، ان احنا يعني خسرنا ونقوم تاني يعني ونركز في ماتش الجزيره، بس دي كانت اصعب حاجه. فالحمد لله يعني قلنا خلاص ان ده درس وهنتعلم منه وده يفوقنا، وشفنا غلطاتنا وكده وحاولنا نصلح منها في ماتش الجزيره. انتوا في ماتش المرتبط كنتوا بالنسبه لكم صدمه، ماتش سبورتنج ده ان انتوا ما كنتوش متوقعين ان انتوا تخسروا؟ اه طبعا يعني المرتبط دي احنا كنا واثقين احنا نكسبها يعني، بس بعديها كنا طبعا كنا متضايقين، بس ما كانش في وقت خلاص نتضايق، فرجعنا على طول للتمرين وصلحنا من غلطاتنا وكل حاجه. طيب تمارا، انتوا كنتوا قعدتوا مع او كابتن محمود الخطيب قعد معاكم قبل المباراه، اللي حصل في العالم؟ هو كابتن محمود الخطيب طبعا نشكره ان هو قعد معانا في اجتماع زي ده، اكيد فوق فرقه. هو كان مش عشان خسرنا بطوله، هو النادي الاهلي ما بيقفش على خساره بطوله واحده، هو عشان احنا او هم السيزون اللي فات من قبل ما انا اجي الاهلي هم ما شاء الله كسبوا 5 بطولات، فهو ما كانش عايز يحس ان الفرقه تقدر تخش تكسب اي بطوله من غير ما تتعب وتشقى. فهو كان كل كلامه ان طول ما انتوا بتتعبوا يعني بتعملوا اللي عليكم ده ربنا اكيد هيديكم. بس كان الاجتماع وخاصه مش عشان خسرنا بطوله، بس عشان باقي الموسم يعني. بس واتكلم معاكم بايجابيه جدا لا قال لنا كمان جمله مهمه قوي، ان يعني هو دايما معانا في الفرحه، في عمره ما هيدينا ظهرنا في الخساره. فهو بصراحه كان كلامه كويس قوي مع الفرقه يعني. هاي اللي جاي ايه بقى يا يارا؟ انتوا المفروض عندكم منافسات، ايه اللي جاي؟ المفروض ان شاء الله عندنا كاس مصر والدوري، دول اهم بطولتين. دول هتدخلهم امتى؟ المفروض احنا عندنا توقف شهر، وبعد التوقف على طول هنبتدي اللي هي الماتشات بتاعت الدوري. الدوري بالظبط. طيب. حبيبي هسألك سؤال، بس انت هتجاوبيني بصراحه، حاسس انت اللي هتجاوبيني بصراحه في كل الاسئله النهارده، احساسي كده تمام؟ اه جاوب بصراحه. مين اللعيبه اللي في الفرقه سيطره؟ مين اللي بتسيطر؟ ايوه صعبين. شفتي؟ انا قلت هساله لاي حد مش هيجاوبني، فقلت اجي لك انت عشان نلم مع بعض شويه. دينا عمرو كده كده كابتن الفريق. دينا عمرو عشان هي الكابتن، يا سهل يا دور كبيره بتلمنا وكده. تمام. ثريا ثريا ورانيم ونادين وميرال، يعني دول الكبار، فدول اكتر ناس بيلموا. وانتوا الطيبين. حصل. شكرا شكرا لزمالي في الاعداد اللي هو جاب لي الطيبين. مين طيب؟ انت هتقولي لي بقى الموضوع، مين اللي بيعمل مقالب؟ مقالب؟ دول كتير قوي. مش عارف يعني، مقالب هزار يعني، اكتر واحد بيهزر. هزار ما تقوليش انا. شكله انت اكيد محدش هنا. ممكن ما تقوليش انا. لا ممكن اكتر واحد بيهزر، حاسه مش عارف، ممكن فريده وائل. فريده؟ فريده وائل اكتر واحده يعني دايما بتهزر وبتضحك ودايما بتدي بوزيتيف انرجي للفرقه، فهي ممكن تكون اكتر واحده ممكن اقول عليها كده يعني. واكتر واحده بتهزر. وانت يا مين اكتر واحده بتهزر غيرك؟ عشان حسيت ان انت اول. انت كنت مستنيه الاجابه تيجي عليك انت. حاسه برضه فريده وائل. فريده. فريده وائل. طيب وميرال. ميرال برضه. عايز العب معاكم بصراحه. الموضوع شكله بجد كده، حاسس ان انا دمي تقيل اصلا، انتوا دمكم خفيف وانا دمي تقيل يعني. عايز العب معاكم. هسالكم شويه اسئله. انا معايا الاجابات، معيش الاسئله، انا اقول لكم الاسئله. ماشي. اللي هيجاوب الاسرع يعني.
مين المدير الفني لفريق كره السله للسيدات في النادي الاهلي؟ كابتن طاهر خيري. سؤال عادي جدا ده بس انت اللي هو فجاه ايه ده ده بجد فيها لعبه من في النص. طيب مين كابتن فريق كره القدم في النادي الاهلي؟ الشناوي يا ولد. فكرت شناوي. شناوي هنا تكسب. طيب مين لاعب مصري محترف في ارسنال؟ نني. تكسب. طيب مين المنتخب اللي كسب كاس العالم كره القدم 2022؟ ارجنتين. طبعا طبعا يعني قاعده مع الكابتن نادر على شريط اليوم طول اليوم فطبيعي هتتفرج على ايه. طيب مين بطل النسخه الاخيره في دوري ام بي اي؟ لا مش متوقع. سلتكس صح؟ لا 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 اسمه بتاع لوكا. اسم اسمه ايه؟ ناجوس. ستيفن كيري خد امي. انا صراحه مش متابع. لا ستيفن كيري اخذ السنه اللي قبليها. قولولي انت ناجتس مش هتبين ايه؟ ناجتس هو ده. ايوه بس هتبين الاجابه بس انا كنت مذاكرها من بره. يا رب قد ايه عشان مش هتلعب باسكت قوي يعني. بس برافو عليك تكسب. اكتر لاعب تنس حقق القاب بطوله جراند سلام في التاريخ؟ انا التنس مفيش. جوكوفيتش. قولها وخلاص يعني عارف ارميها وخلاص وكده كده هتيجي يعني. طيب مين بطل دوري السوبر لكره السله في مصر للرجال؟ الاهلي. اهلي. ايه انت الاهلي؟ اتضايقتي ليه؟ لا 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 عادي يعني. كابتن كابتن لا لا انا شايفه الاهلي ولا الاتحاد مش فاكره خالص والله. طيب عايز اسالكم سؤال كان يبدو ان انا ممكن اساله لكم في الاول. ليه اخترت الباسكت؟ الصراحه بالصدفه يعني انا كنت في المدرسه فكان عندي صحابي بيلعبوا باسكت فرحت جربت معاهم وبس. وبعد كده ابتديت باسكت في نادي قريب من البيت فكان اكتر كابتن حببني في الباسكت كان اسمه كابتن مراد الزيني. هو ده اللي خلاني ان انا اكمل حبيبه. انا اختي برده كانت بتلعب باسكت فكنت بروح معاها يعني وبعدين كنت على طول بقى بقعد العب يعني بالكوره كده وبعدين دخلت بقى فرقه صغيرين وحبيت الموضوع قوي بقى فكملت. هو ده كويس. طيب وانا عايز اسالك سؤال تاني بقى خالص بعيد عن كل ده. احمد محترف دلوقتي. ما ده اخوكي. بتفكري في الاحتراف؟ بتفكري انك تطلعي بره؟ أيوة. لا ايه لسه ايه قولي قولي. لا 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 انا مش في عرض ومش هتقولي دلوقتي هتقولي. لا لا انا بكره العيشه بره ويعني جالي كذا اوفر بره ورحت بس انا عندي انا مش زي اخواتي خالص يعني. اختي الكبيره واحمد الاثنين عرفوا يسافروا يتاقلموا بره. انا ما بعرفش خالص اتاقلم بره وبحب العيله وبحب مصر ومش عارف ايه. حتى لو جالي اوبورتونيتي ما اظنش يعني ان انا هستنى. لو انت مرتبطه بهنا يعني. ما عنديش مشكله يعني. لا. حتى لو جالك عرض في امريكا ولا حاجه؟ اه عادي برضو؟ لا لا بس انت هتسافري امريكا عادي. لا لا انا جالي اوفرز كتيره قوي بس انا الصراحه كلهم يعني جربت ان انا اقعد شهر برضو. انا اخويا محترف دوري الجامعات بس ما قدرتش خالص. بحب عيلتي ومصر ما كلنا بنحب عيلتنا بس انا هيجي لي عرض في امريكا. لو انا بلعب باسكت وهيجي لي عرض في امريكا هحب عيلتي وانا هناك برضو. لا انا جربت بس صعبه قوي الصراحه يعني. لازم الناس اللي هي تكون بجد عندها قدره على كده. بس انا طماره خالص. حبيبه شكلك مسافره بكره. لا لا بس هي ترى طماره فحبيبه شكلها ناويه تسافري؟ لو جالك اوفر حلو بره تسافري ولا ما تسافريش؟ وانا كنت اروح في الجامعه برضو في امريكا بس بعدين خفت يعني وحسيت ان انا مش هقدر ابقى لوحدي. بس فقلت يعني ممكن اخلص جامعه في مصر وبعدين ابقى افكر ايه اللي هيحصل يعني. عايز اقول لك مفاجاه بقى من ساعه ما بدانا طماره كل شويه توشوش. المفاجاه بقى المفاجاه ان المايكات دي بتجيب كل حاجه فكل الوشوشه دي طلعت على الهوا خلاص بقى. انا ما اعرفش وشوشه انا مش سامع بس كده اللي بيفرجوا علينا هيسمعوا كل حاجه ان شاء الله. انتوا حقيقي نورتوني وشرفتوني وبهنيكم وببارك لكم وان شاء الله يا رب دايما بالتوفيق. بشكركم شكرا جزيلا.